راديو دابنغا يقدم ملفات سودانية. مستمعي راديو دابنغا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. نخصص هذه الحلقة للحديث عن موضوع السودانيات في زمن الحرب، وسنتحدث فيه مع الدكتورة هادية حسب الله، الأستاذة الجامعية ومديرة المكتب التنفيذي لمنظمة الحارسات، حول عدد من المحاور المتعلقة بما تعانيه وما تواجهه النساء السودانيات في هذا الزمن اللعين، زمن الحرب. أستاذة دكتورة هادية حسب الله، أهلا ومرحب بك في راديو دابنغا. أهلا وسهلا، أهلا بك أستاذ رشيد، وأهلا بكل الجنود يعني في المسرح الخلفي في كواليس دابنغا، حيث يعني دائما لما نكون محتاجين لمعلومات ولا محتاجين لمتابعة الأحداث في السودان، قاعد تمتد طوال اليد الدوي راديو دابنغا. اللغة البسيطة والمفردات القريبة للقلب والمعلومات الموثوقة والموقف الثوري والخط دائما الثوري الواضح. يعني أنا سعيدة أن أنا أكون في ضيافة راديو دابنغا، وسعيدة أن أكون معك أستاذ رشيد. شكرا لك أستاذ دكتورة هادية. ويمكن يعني أنا داير أبدأ بتقرير صدر مبارح بتاريخ يوم 4 يناير عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوشا، ويتحدث عن أنه أكثر من 7 مليون سوداني اضطروا للنزوح واللجوء، وأن أكثر من يعانون نصف هذا العدد هو من الأطفال، وأن النساء والأطفال هم أكثر من يعانون في هذه الحرب. أريد أن نتحدث معك في البداية بشكل عام عن أوضاع النساء السودانيات، كيف يعيش النساء السودانيات في هذا الزمن، زمن الحرب؟ والله كعادة الحروب يعني تسدد كلفتها وفاتورتها بشكل أساسي النساء، فهم زي ما تفضلت هم على صدر النازحين، وهم بيكونوا مدبرات وموفقات لأوضاع الأمان النسبي الممكن يتوجد في المهاجر وفي الملاجئ. وعلشان كده أوضاع النساء هي أوضاع سيئة. في تقارير كثيرة بتتحدث عن إنه أكثر من 105,000 امرأة هم بيطوفوا في ترحالهم الحزين ده، وهم ما متلقيات للرعاية الطبية والصحية، وهم في حالة حمل، واللي هي دي ظروف نحن كنساء كلنا بنعلم لياتو، حتى هي ظروف قلق كبير. يعني الواحدة إذا هي حامل وموجودة في وضع استقرار طبيعي داخل منزلها، هي بتكون قلقة حول صحة الطفل وقلقة حول تغذيته داخل بطنها وكده. فيعني كيف عنك وإنه هي يعني لشهور تكاد تكون بتأخذ ما يسد رمقها، يعني ولشهور طويلة هي ما متلقية أي معينات بتساعدها طبيا في مواجهة لحظات الإنجاب نفسها. للأسف الشديد، لأنه إحنا في شتات عالي، حتى المنظمات العالمية وفي مشاكل كبيرة تقنيا في التواصل، هي ما قد عندها قدرة على معرفة الأرقام الدقيقة حول حيالات الوفيات. في أرقام موجودة لكن أنا بفكرها أقل بكثير من الحقيقة، لأن النساء هسي منتشرات على كل الملاجئ، على المعسكرات بتاعة النزوح، على داخل المدن نفسها. إحنا الفترة الأخيرة كنا كحارسات بنعمل مع مستشفى النو، وتقريبا هو ظل المستشفى الوحيد اللي بيستقبل حالات الولادة لوقت طويل. يعني توقفت الشهور الأخيرة دي أو في يعني قلت القدرة على العمل فيه بسبب نقص المعينات الطبية داخل المستشفى. النساء اللي كانوا بينجبوا أطفالهم طول الشهور اللي فاتت، لاحظنا إنه في مشاكل كبيرة في البشرة بتاعتهم. ليه؟ السبب الأساسي هو نقص الفيتامين عند الأم نفسها. نساء المحبوسات داخل الخرطوم حاليا بيتناولوا حاجات غالبة هي يعني نشويات، رز، عدس، يعني ما في وجبة غذائية مكتملة تسمح بأنه السيدة تقدم تغذية كافية للطفل في بطنها. فده مخلي السيدات هم في تعرض عالي للوفاة أثناء الولادة، وبتخلي الأطفال ذاتهم داخل أرحامهم متعرضين لمشاكل كبيرة في التغذية.
ومعروف انه نقص التغذيه ده قاعد يقلل يعني حد نسبه الذكاء، وبيقلل لحد كبير العظام ونمو المستقبلي، وبيخلق حتى تشوهات، بالاضافه طبعا للوضع النفسي السيء الموجوده فيه عدد ضخم من النساء، وهم يعني في تحت القصف وتحت القلق، حتى لو بقوا بعيدات من القصف المباشر هم قلقات على مآلات الأسرة ومستقبلها، فده برضو بساهم في إجهاضات كبيرة جدا جدا، في نسبة عالية من الإجهاضات اللي حصلت في الفترة اللي فاتت. منظمة الصحة العالمية عندها يعني عدد من الأرقام، لكن أنا حقيقي ما حابة أذكرها لأنه بفتكر إنه الإحصائيات دي هي أقل من الحقيقة بكثير، لأن الواقع بتاعنا فيه يعني مشاكل كبيرة ما خال إنه الإحصائيات تكون دقيقة يعني. فالنساء في أسوأ أوضاعهم طبعا، على يعني صدر المعاناة هو فقد الأبناء، يعني ما في أبشع من الحرب بالنسبة للأمهات، الطرفين اللي بيقتتلوا هم في النهاية خارجين من أرحام أمهات، أمهات يعني دادوا ولالوا وكبروا الأجساد دي علشان كانوا بيحلموا بأنه الأجساد دي تبقى سند للمستقبل وتبقى بناء وتعمير للبلد. ففناء الأجساد ده هو أرقام بتاعت قتل وشهداء، لكن هو أرقام فواجع للنساء وأرقام حزن كبير لسنوات من الارتباط بالجنة، يعني حاجة يعني مفجعة لكل نساء السودان. وعلشان كده الوضع ده هو وضع كارثي صحيا ونفسيا وبكل المعايير، النساء فعلا بيسددن الكلفة، حتى النساء اللي يعني نجت أجسادهم ما نجت أرواحهم، لأنهم هم مواجهين في الملاجئ المختلفة بأوضاع اقتصادية سيئة، طيب استاذ هادي، يمكن هم العائلات في الأسرة. حنجي نتكلم بالتفصيل عن النساء في الملاجئ وفي النزوح، ولكن انا داير يعني ندي المستمع فكره، ليه دائما في ظروف النزاعات والحروب بيكون في اهتمام خاص بالنساء وبالاطفال يعني بشكل عام؟ هو طبعا يعني اساس الفكره انه هم ديل الخارج نطاق دائره القتال، يعني في الارجح هم غير محاربات في الارجح، ولكن طبعا يعني الطريقه دي في الشوف هي بتعايل للنساء كضحايا فقط، بتعايل للنساء والاطفال كضحايا وبس يعني. وعلشان كده هي ذاتها بطريقه الحمايه يعني المفرطه فيها برضو قاعد تفلت الفرصه بتاعت انه النساء يبقوا شريكات في انهاء النزاع، لانه بتخدهم بر دائره النزاع تماما. صحيح احنا دايرين فعلا يتم رعاية وتخصيص يعني وضع خاص، وعلشان كده يعني أهم القرارات اللي هسه نحن يعني حاسين إنه ما في أي تفعيل ليها، وأثبتت التجارب على فترة طويلة إنه يعني القرار 1325 رغم أهميته قاعد يكون دائما في تجاهل له في ظل النزاعات في كل حروب المنطقة دي، علشان كده هسه في يعني مطالبه قويه بمراجعته ومطالبات اقوى بتطبيقه. يعني نحن بنقول الحد الادنى هسه نطالب بتطبيقه لحين صدور قرار ثاني، ليه؟ لانه بنفتكر انه وجود معابر امنه للنساء وكده ضروري ومهم، لكن لانه قاعد يتم النظر للنساء فقط كضحايا ده ما بساهم في انه هم تكونوا موجودات في الحتات اللي بتساهم في انهاء النزاع ووقف اطلاق النار وخلافه، وده برضو يعني مهم شديد النظر له. يعني الحاجتين ضروريات، ان احنا نعاين للنساء كضحايا فعلا في الحروب ونساعد في انه يتم توفيق اوضاعهم، لكن علشان ما يظل ده متكرر ويكون بس النساء لانهم ما شايلات السلاح هم ضحايا وبالتالي يتم استبعادهم لما يتم النظر لقضايا حل النزاع، دي حاجة برضو لازم الناس يكون في يعني وسع في النظر لها. يعني طيب يا دكتورة، يمكن الانتهاكات ضد النساء في الحرب الحالية لا تحصى ولا تعد، ومن طرفي الحرب سواء كان الجيش أو الدعم السريع، هل لديكم إحصائيات أو متابعة لهذه الانتهاكات؟ والله لو متابعين كلنا يعني في كلام كثير عن أرقام يعني عالية، وده طبعا متوقع يعني في ظل الحروب عموما بيكون في انتهاكات، والمرة دي نحن ما في طرف واحد منتهك، احنا عندنا طرفين متورطين الاثنين عندهم تاريخ عظيم في الانتهاكات،
ما إذا نحن نظرنا للحرب بتاعت الخرطوم بمعزل عن ما حدث في السودان سابقا، معناه نحن يعني ضيقنا على استشوف شديد، لأنه هي دي نفس القوات اللي كانت بتقاتل في المناطق الثلاثة في السودان، وهي دي نفس القوات اللي ارتكبت انتهاكات واسعة جدا جدا في دارفور. القوات دي هي حاليا بتقتتل هي نفسها كطرفين، علشان كده الطرفين متورطين بذات الدرجة. وبصراحة شديدة يعني أنا على المستوى الشخصي بفتكر إنه يعني العكس بتاع الميديا للجرائم دي قاعد يحاول يعني استخدام النساء في إنه كل مرة طرف يحصل على إدانة أعلى بإنه هو يجرم الطرف الثاني. وعلشان كده أنا يعني بصراحة ما عندي ثقة في كل الأرقام اللي بتقال يعني من الطرفين. يعني في الجيش بيحاول يدين قدر الإمكان الدعم السريع، مستخدم في ده السمعة أصلا موجودة عن الدعم السريع والحقائق في الحقيقة يعني حول الانتهاكات الواسعة تمت في السودان. يعني قرية تابت مثلا الانتهاك الفظيع لأكثر من 200 امرأة، ده انتهاك موثق ومعلوم عنه ومعروف يعني لا يمكن إنكاره. الانتهاكات القديمة دي أكيد أكيد يعني عندها يعني هسه ظلالة في الموجود، لكن احنا برضو لازم نشوف انه الانتهاكات دي كان بتقوم تحت رعاية وإشراف ذات الأطراف التانيين الموجودين هسه في الميدان اللي هم الجيش السوداني. الجيش السوداني تحت سمعه وبصره كان بيتم جرائم الاغتصاب وخلافه، والانتهاكات الواسعة دي بتطالب الطرفين. فبالتالي أنا بفتكر إنه من الدقة بمكان إنه نقوله بطريقة دي، يعني إنه دي انتهاكات معلوم إنه الطرفين متورطين فيها، عندنا حوادث تاريخية بتؤكد على ده. وعلشان كده هسي في يعني في السوشيال ميديا تحديدا، وأنا بفتكر إنه دايما السوشيال ميديا يعني قاعد تتم خدمة الأجندات المختلفة فيها، وعلشان كده يعني أخذها ببساطة هو يعني فيه تبسيط يعني مهم جدا انه نحن نعاين الصوره بما هو اجمالي. الاجمالي انه الطرفين دين ارتكبوا انتهاكات واسعه، وعلشان كده ندينهم هما الاثنين، لانه نحن كنساء لو قلنا والله الانتهاكات دي من الجيش فقط او من الدعم فقط، معناه نحن من ضد الطرف عن جرائم تاريخيه مختلفه اللي الطرفين الاثنين مشتركين فيها. معناه نحن هنقول للعالم انه والله الطرف الثاني ده طرف ما عنده اي انتهاكات ويده كانت نظيفه، وش حاجه تاريخيا خاطئه وما صحيحه، وبتوجد يعني ادله موثقه للانتهاكات من الطرفين. عشان كده انا بفتكر انه في جهات مختلفه بتحاول انه تستخدمنا كنساء، علشان كده نحن حريصين. هلو، سامعك سامعك واصله. نحن كنساء حريصين انه احنا نستوثق من الارقام بنفسنا، وانا افتكر دي واحده من الفراغات المحتاجه انها تتسد، انه كل المنظمات النسويه الفاعله في المجال بتاع توثيق الانتهاكات تعلن بشكل مستمر بشكل دوري ثابت عن الانتهاكات الموجوده عندها، اذا في عوائق امنيه اذا في اي مشاكل بتمنع ده، تبتكر يعني سبل لتوضيح الحقيقة بشكل مباشر وشفاف، وإلا سيتم استخدام قضية النساء وللنيل من الطرفين للنيل من بعضهم. دي حاجة يعني إحنا بنرفضها. يا دكتورة، يمكن يعني هناك احتياجات مختلفة للنساء الآن. إذا أخذنا مثلا النساء في مناطق الحرب، في مناطق النزاع المسلح، ما هي الأولويات بالنسبة لهم الآن؟ طبعا الآن إيقاف الحرب هو ده المطلب الأساسي للجميع يعني، والنساء لأنه زي ما أنت تفضلت في بداية الحلقة هم أعلى الناس يعني تضررا وأكثر يعني من ينتهك حقوقه وكده، فبالضرورة بيبقى إنه إطلاق يعني وقف إطلاق النار هو ده الضرورة العاجلة. يعني الحديث الآن حول إنه البندقية توقف القتل، بحيث انه بعد ذلك يتم الكلام حول الممرات الامنه، الاقاصه، العمل الانساني، وده ضروري جدا جدا للنساء لانه ده ذاته هو حاليا دائره من دوائر الانتهاك. يعني انا دايره اكلمك على الانتهاكات المستمره، الناس بيفتكروا انه الانتهاك في الحرب يا اما تم بقتل
يعني الأبناء أو قتل الأزواج أو كده، وإنه بمجرد ما النساء بقوا في مكان آمن معناه هم خلاص انتهت معاناتهم. لا، الحقيقة إن النساء بيظل يبحثن عن المأوى وعن القوت وعن الأمان والتعليم واستمرار الحياة وصناعة الحياة من أول وجديد من الرماد ده. فالمعاناة في ده في الملاجئ أو داخل معسكرات النزوح أو حتى داخل المدن اللي هسه بيتم قصفها، هي دي معاناة مستمرة وبتحصل فيها انتهاكات فظيعة. يعني ما لم يتم أخذه بالاغتصاب قاعد يتم أخذه بالابتزاز بتاع الفقر. يعني أنا كثير من المقابلات بيننا وبين النساء في اجتماعات مختلفة بيحكوا عن إنه كيف في معسكرات النزوح النساء بيضطروا إنهم يقدموا تنازلات جسدية علشان إنه يتم منحهم الغذاء ويتم منحهم المأوى. كيف بيتم في حتات كثيرة جدا جدا في المهاجر ابتزاز النساء جنسيا لأنهم هم يعني فاقدات لكل شيء. الدرجة بتاعت الإفقار المذلة العالية دي بتسلب النساء كرامة أجسادهم وكرامتهم. علشان كده هي المعركة بتاعت النساء مش فقط في أرض المعركة، حتى بعد النزوح المعاناة بتظل مستمرة وعالية والكلفة بتكون فعلا كبيرة شديد. فده برضو الكثير الناس لما تتكلم على الانتهاكات بتركز على الانتهاكات فقط الجسدية وما بتشوف انه في يعني ثمن يومي بالدفع. والانتهاكات الجسدية دي ما حدود القتل او الاغتصاب فقط، غير القتل والاغتصاب في يعني حط من الكرامة يوميا بيحصل للنساء ايا كانت الطبقة الاقتصادية او الاجتماعية بتاعتهم. يعني هسي في الحرب دي هيتساووا النساء الموجودات في المعسكرات بالنساء الموجودات في المهاجر المختلفة. حتى إذا الواحدة عندها إمكانيات إنها تركب طيارة وتسوق أطفال وتمشي لدولة فيها كرامة إنسانية وفيها إعانة وفيها أي شيء، هل النساء وهم بيحاولوا يلجوا الحياة من أول وجديد ويعلموا أطفالهم في بيئة مختلفة وهم مصدومين نفسيا وكده، هل هم يعني حاسات بأنه هم يعني ناجيات؟ لا، هم برضو حاسين بذات الألم والقسوة اللي بيحسبها النساء الموجودات تحت وابل الرصاص. طيب يا دكتور، يمكن ده بيدفعني للسؤال يعني عن دور المجتمع المدني والمنظمات النسوية في هذه المرحلة فيما يختص بالنساء. يعني هل ينحصر هذا الدور في رصد الانتهاكات وكتابة التقارير وعرض الأوضاع، أم أنهم يعني هناك اتهام لهذه المنظمات بأنها انسحبت من الأرض وتركت النساء في يد أطراف النزاع؟ طبعا هو يعني الحرب أقوى في يعني بسلاح وكده أقوى من الجميع يعني، وبالتالي نحن ما نقدر يعني نعمل اتهامات لمدنيين طالما إنهم ما في يدهم قدرة على إيقاف الحرب ولا عندهم سلاح. المساعدات الإنسانية في الظروف دي معلوم إنها بتجي عبر القنوات الدولية وبروتوكولات مختلفة وكده، لكن هل إحنا قمنا بواجبنا في الضغط على المنظمات الدولية دي كمنظمات مدنية في السودان، هل قامت بواجبها ولا لا؟ أنا بفتكر ما قامت بواجبها بما يكفي. يعني إحنا حاليا يفترض كل العالم ده يكون تظاهرات ووقفات احتجاجية، العالم يعني يكاد يكون صامي أذانه عن السودان فيما يخص الإعانة الإنسانية والإقاسات. أي كلام حول حجج حول إنه المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية غير متوفرة، الفساد الحكومي بيسحبها، كل الحجج دي مجرد حجج ومبررات، لأنه نحن شفنا العالم بيقيس العالم كيف، العالم اللي بيفتكر إنه هو يستحق الكرامة. نحن كثير جدا في لقاءات بيسألون حول احتياجات النساء، بنقول احتياجاتنا هي احتياجات المرأة الأوكرانية، احتياجات المرأة الإسرائيلية. العالم تهافت على إغاثة العالم الأول وتناسانا نحن وجهنا، وعلشان كده نحن يفترض أنه يكون كمجتمع مدني عندنا ما نقوله تجاه ده، مش نصمت عنه ونكتفي بأنه نحن ننتظر الفتات يجي من العالم الأول ومن الدول الراعية للمنظمات الإنسانية الضخمة علشان تدينا بعد أكثر من قرابة العام. نحن أكثر من قريب سنة نحن بنقول أنه أقيسوا أهل السودان، أقيسوا الجوع، أقيسوا النساء الحوامل،
منظمة الحارسات من المنظمات اللي تقدمت بشكل باكر جدا بمبادرة لمساعدة النساء الحوامل. طالبنا فقط بأنه يدونا احتياجات عملية الولادة اللي هي الشنطة تحت الداية، عايزين بس الداية دي يكون عندها مواد تقدر تمشي بها للستات، هي متبرعة عن نفسها وشايفة إنه ده واجبها وبتشتغله، لكن بس دايرة اللي بتساعد بها الست في حالة وضوح بذاته يعني يكاد يكون جفة يعني ريقنا وإحنا من طالب به غالب المنظمات. فالعالم متقاعس عننا ونحن برضو متقاعسين عن نفسنا. أنا بفتكر المجتمع المدني السوداني لازم يتخذ رد فعل قوي ويجيف قصاد الأجندات المختلفة اللي بتفرضها علينا المنظمات في الوقت ده. المنظمات هسه عايز رعاية لما بعد النزاع، يا أخي نحن هسي تحت الرصاص محتاجين إعانة مستعجلة للناس عشان يعيشوا علشان يقدروا يعملوا لك ما قضايا ما بعد النزاع. الأولوية الآن لأنه الجوعة، والأولوية الآن للأسداء الجافة بتاعت النساء اللي ما فيها لبن، الأولوية الآن لعلاج الأطفال اللي بيموتوا بالكوليرا داخل الخرطوم، الجثث المدعفنة وحمى الضنك في كسلة، الواقع أليم. ونحن كمنظمات مجتمع مدني إذا ما فعلا في الوقت ده خدتنا بقوة إنه الوضع الإنساني لشعبنا يجب أن يكون هو الأولوية، حقيقي ما حيكون مننا فائدة. طيب أنا كنت يمكن دار أجي لهذه القضية، قضية المشاركة السياسية للنساء في إنهاء الحرب. يعني ملاحظ أنه المشاركة ضعيفة رغم الحديث عن التمثيل بنسبة 30% في كل التنظيمات والتجمعات السياسية، ولكن نجد أن مساهمة النساء ضعيفة. والله النساء مستعدات للمشاركة وراغبات فيها، ولكن التهافت يعني المتواصل من الأجسام السياسية ذات الطابع الذكوري كالعادة يعني قاعد تستأثر بالصفوف والمقاعد الأمامية. بصراحة المرة دي لا أتوقع أنه يعني ده حيتم السكال عليه. الآن في ابتزاز مباشر أنه الوقت الآن لإيقاف الحرب، والحديث عن أي قضايا تانية هو حديث يعني بتاع رفاهية، وده حديث يعني فيه أنانية وتفكير فقط في الأجسام النسوية وما فيه تفكير في جسم الشعب السوداني اللي بينزف وكده. الابتزاز ده ابتزاز يعني بصراحة خطير، والحجة اللي فيه حجة ما 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 صحيحة، لأنه هو الجسد اللي قاعد يعاني ده هو جسدنا نحن جسد النساء. أنت تفضلت في بداية الحلقة بالكلام حول العدد المقول للنساء اللي بيسدداً في تكلفة النزوح، ده جسدنا نحن، علشان كده نحن الأحق بأنه نكون موجودات على الأقل بنسبة 50% في القضايا بتاعة المشاركة السياسية. العالم ده من 1990 لحد سنة 2015 في 75 دولة عملت إصلاح دستوري بعد النزاعات بتاعتها، وللأسف الشديد 19% بس من الأعضاء في الهيئات بتاعت الإصلاح الدستوري دي كانوا نساء. دي تجربة العالم كله، إنه بعد النزاعات بدلا عن يقدم النساء بيخلي النساء في نسبة ضعيفة جدا. فنحن ده ما بنكرره لأنه بنشوف تجارب الآخرين، ونحن كنساء ما حنخش في نفس الخطأ ده، ما حنسمح بإنه نزاع دفعنا أثمانه من دم أولادنا ومن عافية ومروة أجسادنا نحن كنساء، ومن فقدان لتعليم أبنائنا ومن فرص للحياة مددت، والموضوع ده يتم كالعادة التكالب بأجندات ذات طابع ذكوري ونسمح بأنه ده يمر. الحقيقة النساء هسه يعني في الحراك الأخير، وعلشان نكون يعني واضحين، الجسم الحالي متحرك في الاتجاه المدني هو جسم تقدم، وتقدم للأسف الشديد في بدايات عملها ركزت على إنه هي تشرك الجميع، ولكن لأنه علشان برضو نكون صريحين للآخر، أنا بفتكر في وقت من الأوقات كان كل الناس متخوفين لأنه الآلة الإعلامية كانت قوية في خفض صوت لا للحرب، وكل الناس اللي كانت بتقول لا للحرب كانت بتخون وتجرم، فتقاعسوا ناس كثير ومن الأجسام النسوية نفسها تقاعسوا عن الانضمام لجسم بينادي بقوة بوقف الحرب. الخطأ ده
أسفر عنه إنه في وجود ضعيف للنساء في الجسم بتاع التقدم، واللي هو حاليا مع الحرية والتغيير هو القائد الحراك الأساسي في الساحة. الحاجة دي خلت إنه عمليا وجود النساء داخل الاجتماعات وداخل هيئة التقدم هو 30%، لكن ده ما بيعني إنه ده طموح تقدم، لأنها هي نسبة تمثيل النساء على مستوى الدولة، ولا ده الطموح بتاع النساء الموجودات فيها في الأجسام النسوية دي. احنا بنفتكر إنه 30% كوجودنا كأجسام نسوية داخل تقدم أفرزوا الوضع بتاع وجود أجسام نسوية محدودة في بداية التأسيس، لكن ده ما حيستمر. في مؤتمر جامع يجب أن تمثل فيه النساء بنسبة كبيرة جدا تسمح بإنه يتم تعديل النسبة بتاعة وجود النساء من 30% إلى 50% أقل تقدير، وده هسي المجموعات النسوية شغالة قصاده وحتضغط لأجله، لأنه هو طلب عادل، لأنه طلب مرتبط باستقرار الانتقال واستعادة المسار الديمقراطي. ما ممكن يتم بدون إنه النساء اللي كانوا أصلاً في صفوف الثورة الأولى والدافعات وهسي مسددات لفاتورة الحرب دي هم الموجودات. ما من دون كده لوقف النزاع ده هيتم بطريقه فعلا صحيحه، ولا استعاده المسار الديمقراطي هيتم بطريقه صحيحه. وانا افتكر ناخد الدروس يا جماعه، ان احنا الانتقال واحده من مشاكله الاساسيه انه فعلا ما تم اشراك حقيقي للنساء، وده كلام ما عام ولا كلام رغبوي. الاشراك النساء كان فيه ضمانات عالية جدا جدا لأنه العنف بتاع الحرب ده يخفت وصوته يبقى أقل. دكتورة هادي حسب الله، الأستاذة الجامعية ومديرة المكتب التنفيذي لمنظمة حارسات، أنا بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية، وكل سنة وإنت طيبة. وإنت طيب، وربنا يطيب خاطر بلدنا ويجبرنا فيها يا رب العالمين. شكرا جزيلا. مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من برنامج ملفات سودانية، لكم جزيل الشكر.